الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نقابة الاتحاد العام للشغل، الاتحاد المغربي للشغل. هنا عندنا واحد المشكل، أنا جمال، السي جمال كاتب المحلي لفرع دمنات، السي جمال كاتب المحلي ديال دمنات، السي جواد، أنا السي جواد الكاتب المحلي ديال تيديلي. حنا كنعانيو من واحد المشكل ديال واحد النقل، جوج نقل المزدوج. عندنا نقل المزدوج كيدير عندو ديبار تيزي نايت شيتاشن تي دمنات عبر تيزكي ايت تيزي نايت ايت عليها تيزكي ايت بوزيد دمنات ايميني فري. هاد النقل هذا ما كيديرش، ما عمرو دار المسار ديالو، ما عمرو دار الاتمام المسار ديالو. حنا كنعانيو معاه شحال هادي من شي 2014، وحنا كنعانيو معاه نقل المزدوج واحد كاع في العماله. حنا عندنا تقريبا شي 120 ديبار اللي تابعين لينا هنا في العماله، وكان عليه مع الديبا مع هذا النقل المزدوج ما عملو، درنا معاه شي شي وصلنا معاه شي نتيجه. جينا دقينا الابواب ديال العماله من 2014، وحنا دقينا الابواب مع السيد العامل، درنا اجتماع مع السيد الكاتب العام، درنا اجتماع مع مدير الديوان، درنا اجتماع مع مدير السيد المدير الاقليمي للتجهيز والنقل، درنا الاجتماعات مع رؤساء الدوائر ديالنا، مع القياد ديالنا، مع لاجودان، مع السيد القائد الدرك الملكي، الدرك الملكي اللي فازيلان والو. السيد هذا ما عرفنا باش كيتعنى. حنا الا مجينا عند الدرك الملكي يقولوا لنا دير هذا السيد، حنا ما عندنا ما نديرو ليه. مجينا عند السيد العامل مؤخرا، دخلنا عند السيد الكاتب العام، قال لك حنا ما عندنا ما نديرو ليه، خصنا نمشيو عند مدير التجهيز. جينا عند مدير التجهيز والنقل، قال لك حتى حنا ما عندنا ما نديرو ليه. واليوم جا جينا درنا واحد اللقاء مع السيد مدير التجهيز، قال لك حنا ما عندنا ما نديرو مع السيد هذا. وكاينين نقل المزدوجات في مدن اخرين تسحبوا لهم الرخص، بانه هذيك الرخصه اللي عنده راها رخصه قابله للاستعمال، ماشي بحالنا حنا الكريم. هو عنده الى جاب علاش كيعطيو هذه الرخصه؟ كيعطيو على حسب فك العزله باش يبات في الديبار ديالو اللي هو تيزينا تيتاج ويلتحق للمدينه ديال دمنات. هو لا، هو ديما بايت في دمنات وكيدير ريكولاج من دمنات 6 كيلومتر لمينيفري 6 كيلومتر. وكنطلبوا من دابا حنا بغينا نعرفوا غير اش من قوه اللي اش من اداره اللي كت اللي كت اللي كت اللي كت اللي كدعم هذا السيد هذا اللي كنهضروا معاه. كيقول لك فين ما عجبكم تيروا، وصلوا الرباط، وصلوا لزلال، وصلوا لبني ملال، انا راه ما عندكم ما تديو مني. حنا الا بغاو يتخذوا خليو لهم هاد الكريم هنا، وخليو لهم هاد الشيء، ونمشيو بحالنا كاع. هاد الشيء اللي عندنا ما نشوفوه. معكم السيد الكاتب المحلي ديال الناس، حتى هو راه الا عنده شي حاجه ما ينفع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم السعدي جمال من تيديري في طواكا، نائب اقليمي ديال الاتحاد المغربي للشغل مدينة الزلال. حنا هاد الوقفة هادي درناها على حساب واحد النقل ديال المزدوج كيدير من تيزي تيتاشن لدمنات. هو بأنه هاد السيد هذا ما عمرو ما وصل ديك النقطة ديال الانطلاقة ديالو اللي عطاو هاد الناس هادو، ودرنا به شكايات، ودرت به الساكنة الشكايات بأنه ما قيباتش في بوان ديبار ديالو، والشكايات من الطاكسيات، الشكايات ديال مينيفري ديال لدمنات. ما تقريبا واحد 4 سنين تقريبا ولا 5 سنين هادي هو كيتعامل بهذا التعامل هذا. دقينا في الادارات، دقينا عند السلطات، ما خلينا شي بلاصه اللي ما مشيناش ليها. ديرنا الحوارات مع الدرك الملكي، مع سميتو التجهيز والنقل في العماله، راه ما كاينش اللي قال دار معنا شي حاجه في شي حل والو. عينا بالوعود، عينا بالاجتماعات معاهم، تقريبا فوق من 50 اجتماع ولا 30 اجتماع درنا ما بين دمنات ومينيفري وفي البيرو عندك في دمنات هنا في العماله. دخلنا عند الكوماندار تقريبا فوق من 4 المرات ولا 5 المرات،
وما كاينش اللي قال لنا شي حاجه وما كيعطيونا وعود ولكن وعود خاويه. ودابا حنا راه واقفين راه من البارح ما كاينش اللي سول فينا. وقفنا اليوم استقبلنا المدير ديال التجهيز قال لك انا راه ما عندي ما ندير لكم. هذا هو اللي كاين وحنا باقيين واقفين تكون خير ان شاء الله. وحنا في الله سبحانه الله هو هادشي اللي كاين. ما الناس هادو راه ما كاينش اللي بيدير معنا شي هادشي اللي الله هو هذا. السلام عليكم. كما قلنا غادي نرجعوا على هذوك الشكايات اللي كنا دفعنا. كما قلنا هذه الشكايه للسيد المدير الاقليمي للتجهيز والنقل. هي هذه الشكايه كنا دفعناها للسيد الوكيل المالي نهار 24/6/2019. ها هي هذه للسيد العامل حتى هي كنا دفعناها في 2019. هادي للسيد القائد ديال القيادة ديال المينيفري وكنا دفعنا للسيد القائد الجهوي ديال التجهيز والنقل والقائد الجهوي ديال الدرك الملكي والقائد الإقليمي ديال الدرك الملكي. هادو كاع دفعناهم ولكن لا من حتى واحد ما كيسول. هاد السيد هذا ما عرفناه واش نظام شي دولة أخرى من غير هاد الدولة ولا ما عرفنا واش عنده شي حكومة أخرى من غير هاد الحكومة اللي حنا غاديين تحت الحمايه ديالها. الا باش غنعرفوا حتى حنا واش كاين شي 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 اداره اللي مسؤوله علينا ولا ما كايناش. الا ما كايناش نمشيو حتى حنا فين نمشيو نشوفوا فين اش من دوله غادي نمشيو ليها. هادشي اللي كنطلبوا من السلطات والسلطات المحليه والاقليميه والجهويه ديال الجهات تاع الازيلا. راه حنا راه ضرورين راه حنا 5 سنين هادي وحنا كنضربوا معاه. راه خصنا غير ما بقى لينا غير مع هذا نخرجوا معاه المضربات هادشي اللي بقى لينا. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.